أولا بمسي على جمهور النادي الأهلي العظيم، وشرف لي أن أنا أكون على قناة النادي الأهلي، وشرف لي أن أنا بستضيف النهاردة الكرو بتاع البرنامج والكابتن أسامة حسني. طبعا كان ليا دور كبير قوي مع طاهر في تشجيعه على حبه لكرة القدم وممارسته لكرة القدم، ويمكن ابتدينا القصة دي أنا وهو من بدري قوي، يمكن من قبل ما يكون عنده 4 سنين كنا بنبتدي زي أي أب بيلعب مع ابنه كورة، سواء كان في النادي أو في جوه البيت أحيانا، ودي كانت بتعمل لنا أزمة يمكن شوية مع والدته، لأن طبعا كان الماتش بينتهي إن يبقى فيه خسائر جوه البيت، فطبعا كانت صفارة الحكم يعني تنهي الماتش أول ما يبقى فيه حاجة تتكسر، نعرف أنا وهو إن الماتش خلص وإن الماتش اللي احنا بنلعبه جوه البيت خلاص يعني ما بقاش يعني بينتهي بصفارة الحكم. فالحمد لله يعني كنت أنا من أول يعني بداياته الأولى كنت مهتم جدا بالكورة وعايزه يلعب كرة قدم، وشجعته على كده من خلال إن في سن صغير وديته أكاديمية كرة قدم، وكان المسؤول عن الأكاديمية شخصية محترمة جدا، هو طبعا ابن النادي الأهلي الكابتن عمرو أبو المجد، وكان عامل أكاديمية في نادي الجزيرة وكانت أكاديمية محترمة جدا. وأي نعم كان في الفترة دي كان طاهر برضو مش يعني طفل عنده 4 سنين ما يبانش التالنت بتاعه، يعني هو كان مجرد يشوط الكورة ويطلع يجري وراها في خط مستقيم، ما كانتش لسه ابتدت تظهر أي يعني تالنتس عنده في موضوع الكورة. يمكن مع الوقت شوية ومع الممارسة في الأكاديمية تحولنا بعد كده في فترة تانية إن احنا ابتدينا نروح أكاديمية بتاعت كابتن أيمن يونس في المعادي، كانت في المركز الأولمبي، وكان أكاديمية محترمة جدا برضو، يمكن استفدنا فيها الفترة دي، استفدنا فيها طار استفاد فيها كويس قوي من ناحية الفنيات، إلى أن بقى يعني كان جاري في المعادي المرحوم سيد السقا الله يرحمه، وكان سيد السقا يعني نظرته كان له عين فاحصة، كان حتى له كلمة شهيرة يقول لك أنا أعرف لعيب الكورة من مشيته من رفعة الشراب بتاعه، فكان له دور كبير جدا مع طاهر دي حقيقة. هو كان صاحب الفضل ان احنا كان اول مره نروح نختبر في نادي، وهو نادي المقاولين من خلال الكابتن العظيم كابتن رفعت رجب ريعو، كان هو المسؤول عن قطاع الناشئين اياميها، وكان يعني هو اول من استقبلنا جوه نادي المقاولين. وخلال بقى الفتره من طار لما التحق بنادي المقاولين كان كابتن رفعت رجب ريعو له دور يعني هام جدا ودور مؤثر جدا في كل اللي احنا وصلنا له في كرة القدم. بالنسبة للصورة اللي هي فيها طاهر وهو صغير كان عنده حوالي تقريبا 10 سنين، وكانت في النادي الأهلي مدينة نصر مع كابتن العظيم محمود الخطيب، دي كانت خلال دورة مجمعة البراعم، وكانت بتتلعب كلها على ملاعب النادي الأهلي. فأنا فاكر في اليوم دوت كنا بعد ما خلصنا الماتش الفريق بتاع النادي المقاولين وخلصنا وإحنا ماشيين في الممر الباساج اللي هو بيودي للباب الخروج، فبالصدفة لقينا الكابتن محمود الخطيب واقف، كان يعني أياميها أعتقد كان عضو مجلس إدارة في النادي، وكان جاي يشرف على يعني بحكم طبيعة شغله طبعا. فالولاد أول ما شافوه طلعوا يجروا عليه لعيبة المقاولين كلهم، وكانوا عايزين يتصوروا معاه، والصورة دي تحديدا أنا اللي مصورها، يعني لما الولاد وقفوا معاه أنا اللي صورت الصورة دي. بالنسبة للأهلي في حياتي، وطبعا إحنا أسرة كلها أهلوية أبا عن جد، أعضاء في النادي الأهلي يعني من وأنا يمكن من يوم مولدي، يعني أنا والدي عضو في النادي من زمان، تشجيع للنادي ابتدى بدري قوي من أيام ما كنا في المدرسة أنا وصحابي، يعني وصحابي الحمد لله كلهم كانوا أهلوية يعني، فكنا بنروح الاستاد على طول نحضر كل الماتشات أيام الفترة بالذات اللي هي كانت بطولات أفريقيا وبداية بطولات أفريقيا، الأهلي وكوتوكو في استاد القاهرة النهائي 3-0 كنت موجود، كل الماتشات الأفريقية دراجونز بطل بنين 4-0 تقريبا أعتقد كانت النتيجة، كابتن محمود الخطيب يمكن جاب جون لا أنساه يعني اللي هو كان بالكعب، وفي ماتش تاني كان ديناموز هراري واسك ابيجان، فلا يعني كان على طول الاستاد والوقوف ورا النادي الاهلي ده كان طبعا وانا في شبابي كان شيء اساسي. وبعد كده يمكن انا افتكر برضو كان اول مره اخد طاهر الاستاد،
وكان نهائي افريقيا سنه 2001 كان فريق سان داونز، وافتكر الماتش خلص 3-0، ولو انا مش غلطان كان كابتن برضو خالد بيبو كان هو الهاتريك في الماتش دوت وجاب الثلاث اجوان، لو يعني لو الذاكره ما تخنيش يعني. وكان طاهر عنده 4 سنين في الماتش دوت، وكان الاستاد شبه متقفل، فطبعا كان يصعب عليا ان انا اخده وامشيه جنبي واحنا داخلين الاستاد او احنا في المدرجات او احنا خارجين. فكان من ساعه ما دخلنا الاستاد لغايه لما خرجنا من الاستاد وطول الماتش انا كنت شايله على ايدي علشان يبقى بعيد عن النفس، يعني يبقى يعني النفس ما يضايقوش ويبقى شايف الماتش. واعتقد ان هو ساعتها كان متفاعل جدا مع الماتش، مع انه ما كانش يمكن قد يكون مش فاهم هو فين وبيعمل ايه، بس اعتقد يعني كان لما كان بيجي الجون والناس الجماهير طبعا يعني في الاحتفالات بالثلاث اجوان كان بيتفاعل معاهم تفاعل غير طبيعي. بشكر جمهور الاهلي العظيم، ويعني اتمنى يكون طاهر الفتره الجايه امتداد للاجيال العظيمه بتاعه النادي الاهلي ويشارك في جميع البطولات وحصد كل البطولات اللي النادي الاهلي متعود عليها دايما.